من الاخبار المهمه خبر يتعلق بالعمره. انتوا عارفين اللجنه العليا للحج والعمره في وزاره السياحه اجتمعت وعملت اعتمدت ضوابط للعمره. الرحلات هتبدا من ان شاء الله من اول مارس المقبل. كان في مشكله كبيره جدا مع وزير السياحه السابق على مساله العمره، وكان في ناس كتيره بتشتكي بقى موسم الموسم بس، يعني كان تقريبا في 3 شهور، وده مش بس اثر دينيا لانه في ناس عايزه تروح تعمل عمره، ولكن اثر كمان اقتصادي. خلينا ناخد الموضوع من اوله لاخره كده يوضحه لنا الاستاذ اشرف شيحه الخبير السياحي الكبير. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا فندم، واهلا بمشاهدينك الكرام. انا عارف انه مساله العمره دي كانت احدى النقاط الخلافيه الاساسيه ما بين يعني العاملين والمستثمرين والمنتجين للسياحه الدينيه ووزير السياحه السابق. يبدو انه وزيره السياحه الجديده السيده رانيا المشاط يعني بحثت وكانت النتيجه بسرعه. فقول لنا يا فندم ايه اللي حصل والمتوقع خلال الشهور اللي جايه هيبقى ايه؟ هي الحقيقه معالي الوزيره طبعا اعطت اللجنه العليا للحج هي والعمره الفرصه لان تدرس كيفيه معالجه هذا الملف بالطريقه التي تتناسب مع اليات السوق في الوقت الحاضر من جهه اداريه متمثله في اعضاء من وزاره السياحه يرأسهم وكيل اول وزاره السياحه، وايضا من بعض الجهات الرقابيه في الدوله والفنيه المتخصصه في متمثله في لجنه تسيير الاعمال، وايضا بعض الخبراء المتوفرين في داخل اللجنه. تمام. فاصبحت بهذه الكيفيه لجنه متكامله الاركان تجمع الجميع لخدمه وارضاء المواطن المصري والشركات المصريه ايضا. وطبعا احنا بدون شك ان الموسم متاخر، والموسم الان ندخل على موسم من مواسم العمره اللي هي تعتبر من المواسم المتقدمه في الاسعار، ولكن احنا بان احنا هنفتح ان شاء الله بدايه من يوم الاحد القادم، من يوم الاحد الجاي على طول قبول الطلبات للشركات، فده هيبقى بدري عن هو احنا كل شركه كده فندم ليها كام تاشيره؟ ما انا هقول لحضرتك الحقيقه ان احنا هنبدا العمره ان شاء الله بدايه من 1 مارس القادم، والتجهيز لها هيكون بدايه من يوم الاحد اللي هو يوم 25 فبراير القادم، وتم تحديد عدد المعتمرين والذين لهم الحق في السفر هذا العام للعمره بنصف مليون معتمر مصري. نصف مليون معتمر. 500. الأولوية فيهم ليه اللي هم ما أدوش العمرة قبل كده، مش كده؟ الحقيقة نظرا للحالة الاقتصادية اللي بتمر بها البلاد، ونظرا أيضا لما للدولة أنها رغبت أن تكون العمرة وهي حق أصيل لكل مواطن مصري أن يؤديه، أن يكون هناك توازن ما بين الاثنين، ما بين الأعداد وما بين الحق. تمام. في العمرة. وحددت الاعداد ب 500,000، وبدانا بدري عن العام الماضي شهر كامل في السعر المنخفض. وامتدت ايضا العمره حتى منتصف شوال حتى يتاح للمواطنين ان يعملوا في الموسم المنخفض ما بعد شهر رمضان، لان تاخيرة رمضان هي نفسها اللي بتمتد لغايه شوال، اللي بيبقى داخل فيها لشوال. اوكي. تمام. ما بين الحج وما بين رمضان. ولكن بتستخدم تأشيرة رمضان نفسها لو في يوم 29 رمضان، هي بتتحسب من كوتة رمضان ولكن في سعر منخفض. عشان بيدخل معاك شوال ده. كأنها مولد النبي، بديل مولد النبي. تمام؟ وده برضه حرصا على ان المواطن ياخد حقه وان الشركه برضه تشتغل وتؤدي عملها. تمام. ومن خلال الدراسه الاقتصاديه ايضا بالمجموعه الاقتصاديه في الدوله وليست في وزاره السياحه فقط. ان العمره طالما انها حددت باعداد لابد ان تكون هذه الاعداد لمن
لم يسبق له العمرة على مدى ال3 سنوات الماضية. ان الاولوية يعني انتوا لما نيجي نفرز كده الفرز الاولاني فيبقى الاولوية لمن لم يؤدوا العمرة في ال3 سنين اللي فاتوا. ال3 سنين اللي فاتت كلها. تمام. رقم 2، في نسبة عندنا رأناها ان النسبة دي لما كان العدد بتاعنا من حوالي 3 سنوات 1360 مليون و360 معتمر، كان سعر الريال في اياميها ما بين 2 جنيه وربع و2 جنيه ونص، كان 18% المتكرر. تمام. نسبة المتكرر من هذه العمر. تمام. لما جينا من السنة اللي قبل اللي فاتت عندما كان سعر الدولار والريال متذبذبا في السوق ما بين نقص وزيادة، كانت العملة سلعة وليست عملة، أصبحت نسبة التكرار في العدد اللي طرح حوالي 2%. زيادة ارتفاع الريال في تلك الفترة. وعندما حدد سعر التعويم العام الماضي قبل العمرة وعملوا المعتمرين حوالي 630 ألف معتمر، كانت النسبة 1.8% متكرر. ولما نيجي نحسب المتوسط في المتكرر على مدى ال3 سنين اللي فاتت نلاقيهم ما بين 40,000 إلى 50,000 مليون. بالظبط. فهذا رقم ليس بكبير، ولكنهم أيضا لهم حق. صحيح. أرادوا أن يتكرروا فلهم حق التكرار، ولكن بشروط اقتصادية أخرى. ما هي هذه الشروط الاقتصادية الأخرى؟ هناك فرض من السعودية 2000 ريال على كل متكرر من العمرة بداية من العام الماضي، ويصرح للمعتمر في جميع الدول الإسلامية بعمرة واحدة في مدى عمره حياته. ما أتى بعمرة أخرى يدفع 2000 ريال يدفع المملكة العربية السعودية، لأنها حسب ما شرح من وجهة النظر السعودية أن العمرة الأولى له الحق أن يعتمر جميع المسلمين وتتحملها للمرة الأولى، لكن في المرة الثانية يدفع 2000 ريال. هو عبء من الأعباء التي تتحملها الدولة في طرق وكباري وتوسعات. صحيح. صحيح. وإلى آخره. فبالتالي حتى لا أرفضه فأنا سأقبله، ولكن يدفع لي 2000 ريال. وهذا شأن المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات يتناسب لها ويتراءى لها في اقتصادها. تمام. وأيضا نحن لدينا أيضا اقتصاديات ونعيش ظروف فيها حرب وفيها اقتصاد وفيها أولويات. لا شك المنع غير مقبول، والتحديد مقبول. وأيضا التنظيم يا فندم. التنظيم يعني المنع غير مقبول، لكن التنظيم مقبول، لانه هي الناس عايزه تروح تعمل عمره، بس المساله تتنظم مراعاه للظروف العامه زي ما حضرتك بتقول. انا ايضا اعتادت الدوله في السابق ان تكون لديها رسوم تؤخذ من خلف الجدار. يعني في محلل في النص. كان المحلل في السابق غرفه شركات السياحه. يقول لك ايه، خد ودي للدويقه، خد ودي مش عارف ايه، خد ودي كذا. لا، الدوله قالت لا، انا مش عايزه اي حاجه من هذا القبيل، ما تاخدوش رسوم من حد. لا، ده المتكرر ده في حق للدوله في تدبير العمله ليه، لان كل معتمر من 500,000 معتمر لابد له ان يتوفر له زي ما بتوفر سلعه من اي سلع موجوده، بتوفر ليه العمله اللي هياخدها معاه، زي ما بوفر الدواء وزي ما بوفر لبن الاطفال وزي ما بوفر السلاح، انا حوفر للمواطن ده العمره وحوفر له ايضا العمله. تمام. طب المتكرر ده، لا، المتكرر ده لما حوفر له تاني هيبقى على حساب لبن الاطفال وعلى حساب الدواء وعلى حساب السلاح وعلى حساب الامن، فبالتالي هو قادر فلازم يدفع لي في حساب محدد وواضح للدوله وجلي للمعتمر وللمواطن نفسه، ان انا هدبر لك العمره مقابل حساب واضح في البنك المركزي المصري بيقول له ان حساب لتدبير العمله لصالح عمرتك، تكرار عمرتك. تمام جدا. وده شيء عادل ومنصف. ده في حاجه اكتر من كده. قال له انت كررت مره في السنه.
لو حبيت تكرر مره ثانيه في نفس السنه مش هقول لك لا. بس هتدفع 3000 ريال بدل ال 2000 ريال. ده احنا في كده في كده يا استاذ اشرف ناس اصحابنا هيدفعوا كتير قوي. معلش انا بقول لحضرتك على حاجه. الناس اصحابك دول من ضمن ال 50000. ايوه ماشي. تمام؟ ايوه. لكن ال 450000 لهم مطلق الحريه ان يسافروا كل 3 سنوات لا يفرض عليهم. لا يفرض عليهم ده، لا يفرض عليهم اي شيء. لا يفرض عليهم هنا وهناك ولا هنا بس؟ اولا السعوديه بتفرض من العام الماضي. تمام. احنا بنفرض من 3 سنين فاتت كل 3 سنين. السعوديه تفرض مره واحده في العمر، انا بفرض عليك كل 3 سنين. كل 3 سنين، تمام. رسوم تدبير عمله لمتكرري العمله، العمره. 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 ولذلك لا رسوم على معتمر تدفع في غرفه وتعطى لصندوق اخر. لا يوجد هذا الكلام على الاطلاق وما يطلق هذا الاطلاق. والا كنا عملناه بطريقه، انت عايز فلوس؟ ممكن نجيب لك فلوس بدل ما تعمل 2000 نعمل لك 100 جنيه على ال 500، هطلع ال 50 مليون اللي هيتاخدوا من صحيح صحيح. قالك لا انا مش عايز كده. ولا انا بهدف لكده. ولا بهدف ايضا لان الصندوق ده يتملي بالشكل ده. انا بهدف ان انا اقول ان المتكرر في العمره بيحب هنا 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 يا فندم، هنا يا فندم ما بناخدش فلوس وكانها تبرع، انت بتاخد فلوس بتقنين. لا بتقنين، يعني انت لو قلت انه 100 جنيه على كل واحد من ال 500000، لا احنا بنتكلم بتقنين، فاللي بيكرر يتفرض عليه كذا، فيبقى الفلوس دي جايه بهذا الشكل. لان انا بوفر لك ال 2000 ريال اللي بتدفعها للسعوديه. تمام. وبوفر لك الاقامه اللي بتدفعها في السعوديه، وبوفر لك المصاريف اللي بتدفعها في السعوديه. ده على حساب ايه؟ على حساب سلعه ثانيه. على حساب سلع اساسيه، صحيح. في ظروف ايه؟ ظروف استثنائية. عندما كانت الدولة لا تمر بظروف استثنائية كان كل شيء في الدولة متاح. وعندما يكون هناك للدولة ظروف استثنائية فيجب على الجميع أن يقف أمامها، لأن مصلحة الوطن تجب جميع المصالح. صحيح. وإذا كان هناك متضرر أكبر بهذا القرار فهو شركتي من ضمن هذه الشركات المتضررة الأكبر يا فندم. بس تحيا مصر يعني. بس تحيا مصر. شركة ولا بلد؟ لا بلد طبعا. وانا بشكر فيك هذا الاحساس والله، وهذا الشعور الوطني. الخبير السياحي الكبير استاذ اشرف شيحة، شكرا جزيلا على هذا الايضاح. طيب.